يعد كثيرون أخذ لقاح الإنفلونزا بداية فصلي الخريف والشتاء أمراً اختيارياً، ويتقاعس البعض عن أخذه باعتبار مرض الإنفلونزا أمراً شائعاً ويسهل تجاوزه. لكن تطور فيروسات الإنفلونزا في مختلف أرجاء العالم إلى سلالات جديدة مقاومة للمضادات الحيوية دفع مسؤولي المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية إلى التشديد على ضرورة أخذ الناس جميعاً للقاح. This is a very bad flu season, the 2017-18. موسم الإنفلونزا لهذا العام سيء جدا إذا ما قارناه بموسم الإنفلونزا على مدى العقد الماضي. إنه دون شك أسوأ موسم إنفلونزا شهدناه منذ عدة أعوام. وشدد المعهد الوطني على أن موسم الإنفلونزا لهذا العام سيكون صعباً لأن فيروس H3N2 يميل إلى التحرك أو التحور بسهولة، ما يجعل عمل اللقاح أصعب، فيكون الخطر أكبر لأن الفيروس نفسه يكون أكثر شراسة ويرتبط بمضاعفات تستلزم العلاج في المستشفى ويشكل خطراً على الصحة خصوصاً هذا العام. هذا من جهة. من جهة أخرى أشار المعهد إلى أن مفعول اللقاح لهذا العام لم يكن قوياً لأسباب عدة، ومع هذا شدد المعهد الوطني على ضرورة أخذ اللقاح لأن أي درجة حماية من الفيروس هي أفضل من لا شيء. Flu is a disease. الإنفلونزا مرض يجب أن يؤخذ على محمل الجد. الناس يتعرضون بشكل عام للمرض ثم تتحسن صحتهم، لكن هناك أشخاص لسبب ما قد يتعرضون إلى مضاعفات تقودهم إلى الموت، وأحيانا يكون الأمر غير قابل للتفسير. وتشير تقديرات حديثة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن لقاح الإنفلونزا يقي من المرض بنسبة 36%، لكن مفعوله بالنسبة لفيروس H3N2 لا يتجاوز 25% في الولايات المتحدة.